سيداتي سادتي، مرحبا بكم من جديد مع طريق في العروض العقارية اللي نتمنى تكون كتنال الاستحسان ديالكم. كنحاول ما امكن انني نبذل مجهود كبير باش نجيب لكم انواع مختلفة من العقارات، منها كما كتشاهدوا معي اليوم فيرمات، منها شقق، منها فيلا. تنتم الا كان عندكم شي عقار اعزائي المشاهدين فانا رهن الاشارة ورهن الخدمة ديالكم. اليوم كنتواجد بإحدى الضيعات الفلاحية، ضيعة اللي مخدومة من الأول ديالها حتى الآخر، شرات أرض وتخدمات وما شاء الله بصح عطات النتيجة ديالها اللي هي فيرمة من الفيرمات الرائعة، بمساحة اللي مطلوبة، مساحة ماشي كبيرة بزاف ماشي صغيرة، كنهضرو على مساحة ديال 5 هكتارات و 6000 متر. كما كتشوفوا معايا بعدا كما كنقولوا كلشي تيبان من الأول ديالو بالباصان، ها هو كيو الباصان ديالها، كاين فيها لوكال تكنيك، فيها بزاف ديال الامور. مي قبل ما غادي ندوز باش غادي نبدا الشرح ديالي ديال هذا العقار هذا ديال اليوم، كندعو للمولاي التيسير وان شاء الله كنتمنى من القلب انه يكتب لاحد المشاهدين والمتابعين الاعزاء ديال قناه افائل. كنقول لكم مرحبا بكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب، كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما قلت اليوم كنتواجد في فيرما اللي بالضبط كتواجد على مقربة من مدينة مكناس، بالضبط درت 15 دقيقة باش وصلت لهاد الفيرمة هادي الرائعة والفيرمة الجميلة. كتواجد على مقربة من بوفكران وما بين بوفكران ومكناس، وعلى مقربة من الطريق الرئيسية اللي كتدينا للحاج ولا كتدينا لبوفكران، وطريق رئيسية اللي كتهبطنا لمدينة مكناس، في بلاصة اللي هي ممتازة ومعروفة بالأرض اللي ممتازة ولا خصبة ومعروفة بالمياه. انتم كما كتشوفوا معايا الباصة ها هو راه تيكب من البير ديالو، كاين هنا جوج ديال 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 كاين البير الاول محفور وكاين البير الثاني وخدامين بالبومبات وخدامين بالطاقة الشمسية. كما قلت لكم فيرما اللي جاهزة وقابلة وقريبة تعطي الغلة ديالها. كيفاش زعما قريبة تعطي الغلة ديالها؟ هي ان الشجر ديالها اشجار اللي هي مثمرة، بدات كما كنقولوا كتحلم هاد الاشجار وبدات باش غادي تعطي مزالة جديده فيرما. هانتوما كما كتشوفوا معايا الشجره ديالها. بالنسبه هاد الشجر هذا اللي كتشوفوا معايا ديال هاد الفيرما راه كله مخدوم، بعدا الخدمه كلها كاينه الكوتاغوت مجهزه بالكوتاغوت. كاين اشجار اللي هي مختلفه، اشجار اللي مختلفه، منها نقدروا نهضروا على الزيتون، نهضروا على اشجار ديال المشماش، اشجار ديال الخوخ، اشجار ديال العنب، وزيد وزيد وزيد. هنا غادي نشرح لكم كل حاجه بالضبط، بقاو معايا اعزائي المشاهدين. بالنسبه للاشجار كما قلت دابا عاد عندي في هذه البلاصه هذه اللي كتشوفوا معايا هنايا كاينه بحال جرده، بما معناه ان عندي هنا اشجار اللي هي مختلفه، كاينه 270 شجره اللي هي مختلفه، كاين فيها مثلا المشماش، كاين فيها مثلا الرمان، كاين فيها مثلا العنب اللي دايرينو كلوتور، كاين فيها الليمون. هنا في هذه البليصه هذه اللي كتشاهدوا معايا بالضبط كاين الباصه لهيه، كاينه لا كلوتور ديال الفيرما راه جات من داك الجهه راها وهي غاده 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 ومشات ودارت من هاد الجهه. هذا هو الفاصل، الفاصل ما بين الاشجار المختلفه كما قلت لكم تقريبا كاينه 17 شجره من كل نوع، حتى الله هضرنا على الليمون كاين 17، كاين المشماش، كاين الخوخ، كاين بزاف ديال الانواع اللي هي مختلفه، هما هادو دايره بواحد لا كلوتور اللي هي هادي. اما بالنسبه للخدمه فكلها مخدومه هاد الفيرما هادي. ها انتم كتشوفوا معايا لي انستالاسيون ديال الكوتاغوت، هما هادو لي فام ديالهم ودايزين في كل لاستر ومصايبين. اذا بالنسبه اما بالنسبه لهاد الشجرات هادو اللي كندوز من الناحيه الثانيه للناحيه ديال اليمين اللي هي هادي، عندنا هنايا شجر ديال المشماش مزروع في مساحه ديال جوج ديال الهكتارات ونصف، كلها مشماش، كلها مشات بالمشماش. دابا هاد لابيريود هادي اللي كتكون دابا كيداوى وكيتقاد وكيتصايب هي هادي. بالنسبة لشجر آخر اللي كاين عاوتاني كاين عندنا الزيتون، كاين جوج ديال الكتارات كاملة مزروعة زيتون من الناحية الأخرى، راه غادي نديكم باش غادي تشوفوها. كاين فيها دار ديال الناس اللي ساكنين في الفيرما، فيها دار اللي مساحتها تقريبا نقولوا ديال واحد 80 متر، فيها صالون وفيها غرف. مي المهم في هذه الفيرما هذه هي الموقع ديالها، وبالضبط شيء اخر اللي زوين في هذه الفيرما هذه هي التربه ديالها. كما كتشوفوا معايا التربه اللي مخيره، التربه اللي كينجح فيها
تبارك الله كلشي. مثلا بغيتي اشجار كيدير فيها حتى الجهه هذه معروفه حتى بالبصله ديالها، لان ربي نعم بالخير ديالو في هذه الجهه هذه، هي انه كاين الماء، الماء موجود في هذه البلايص هذه. ودايره اللي زون في الفيرما كذلك هي انها دايره كلها بلا كلوتور، كلها دايره بالبيكياس، دايره بالشبكه مخدومه. اذا الفيرما اللي كتهضر عليها اللي مخدومه، انا غادي نحاول ما امكن انني غادي نتسارى في هذه الفيرما هذه كامله. ماليها خداوها ارض اللي هي عاريه وقاموا بالخدمه ديالها، وهذه هي الفيرما دابا راه موجوده واجده، واجده من اجل الاستغلال ديالها، ولا من اجل الانسان باش يستثمر فيها ويكون وتعطيه واحد الغله سنويه. غادي نكمل معكم الفيديو اعزائي المشاهدين من الجهه من الناحيه الاخرى. مي قبل ما غادي نكمل معكم الفيديو وغادي نهضر معكم على الثمن ديالها، كنقول لكم بقاو معايا نتحولوا الجهه الاخرى. سيداتي سادتي، غادي نهضر معكم دابا على الثمن ديال هذا العقار. هذا بزاف الناس راهم كينتظروا يسمعوا الثمن ديال هذا الخير. الثمن ديال هذا الخير هو 450 مليون. 450 مليون فيرما بحال هذه راه ثمن يجد منافس، لان هنا كتهضر على فيرما اللي هي واجده موجوده للاستغلال، وفيرما اللي مازال صغيره، ماشي فيرما اللي فيها شجر كبير، شجر اللي كما كنقولوا شارف بهذه اللغه ديال مثلا الناس ديال الفلاحه. الشجر ما شارف، الشجر مازال اللي عندك صغير، مازال تخرج، مازال امكانيه ان شاء الله باش انك تخرج من هذه الفيرما هذه، تخرج غلات وغلات ان شاء الله. غادي نزيد نكمل معكم انا، نعاودها. الثمن ديال هذا العقار هذا هو 450 مليون. وما بالنسبه لهذا الثمن فلربما يكون هناك شيئا ما من النقاش ومن التفاوض مع اصحاب هذا العقار. لانه حنا غاديين بالنسبه للنوع ديال هاد الاشجار ديال المشماش، فهو النوع اللي معروف بسوليدار، النوع اللي معروف بالكاليتا ديالو ولا بالجوده ديالو، راه عارفينو الفلاحه وعارفينو الناس ديال الفلاحه. ما قلت لكم راه هاد الجهه كلها مشات مشماش تقريبا جوج ديال الهكتارات ونصف، وهاد الجهه هادي داروا فيها جرده اللي فيها كما قلت كاين فيها المزاح، كاين فيها الليمون، كاين فيها العنب، كل هذه زاب الكوتاكوت، وكيزرعوا فيها اشياء اللي هي مختلفه، اشياء ذات جوده وذات انتاجيه. كاين بالنسبه لهذا العقار فيه كوري، فيه الدار ديال العساس، فيه الكواره ديالو، فيه الدار ديال العساس، فيه طاقه شمسيه، وفيه واحد اللوكال اللي هو تكنيك. معناه لوكال تكنيك هي البلاصه فين كاينين، فين دايرين لي زانستالاسيون ديال البومبات اللي كيطلعوا من البيار، ولا ديك البيار نعاودها، هي كاينين جوج ديال البيار في هذا العقار. جوج ديال البيار بالنسبه للغرق ديالهم، واحد فيه 80 وواحد فيه 90، وجايين في واحد البلاصه اللي مزيانه اللي كاينه فيها واحد الوفره ديال المياه، لدرجه ان الماء كيبقى متلوق. راكم شفتوا معايا الباسان، وتبارك الله ما كتحسش بان كاين واحد الضعف في الصبيب او ما شابه. غادي نكمل انا غادي باش كنوريكم هادشي اللي كاين في هاد الفيرما هادي. اللي بغى يشوفها اعزائي المشاهدين فما عليه الا الاتصال والتواصل معي في الرقم اللي تيبان لكم اسفل الفيديو، باش نعطيه معلومات اللي هي اضافيه، لربما نقدر ننسى شي حوايج. ان كما قلت لكم راه كاينين اهل الاختصاص هما اللي تيكونوا ادرى واعلم بهادشي هذا ديال مثلا ديال القطاع الفلاحي. حنا ما كنحاولوا ما امكن اننا فقط ننقل لكم الصوره اللي كنشوفوها، كنحاول ما امكن اني نعطيكم المعلومات اللي على قد المعرفه ديالنا. باش نزيد نوريكم حاجه اخرى في هذه الفيرما، هي ان فيها هاد دايرين فيها النحل، تربيه النحل هما هادو في هاد البلايص هادو، الصنادق ديالهم هما هادو. كنظن كنتمنى يكونوا واضحين. كاينين الالواح ديال الطاقه الشمسيه، داك الجهه اللي كتشوفوا من لهيها كاين فيها كدير لك كوري، وفيها الدار ديال العساس، وهنا هاد المبنى هاد البنايه الزرقاء فهي هي هذيك الدار فين كيسكنوا مالين هاد الفيرما هادي. بقاو معايا اعزائي المشاهدين، نمشيو للجهه الاخرى باش غادي نشوفوا اشجار ديال الزيتون ونشوفوا المباني. اذا دابا وصلت للناحيه اللي فيها الزيتون، فيها اشجار ديال الزيتون. هادو هما الاشجار كما كتشاهدوا معايا، اشجار ديال الزيتون اللي كاين هنا مزروعه تقريبا هنايا جوج، ماشي تقريبا، ما جوج ديال الهكتارات كلها مزروعه زيتون في هاد الناحيه هادي، في هاد الفيرما هادي هابطه على هاد الجهه هادي كامله، هبطات كلها بالزيتون. اما بالناحيه الاخرى راكم كتشوفوا معايا الدار راها بقات الفوق، ومن تما بقى الباصا، تما بقاو الاشجار المختلفه اللي وريتكم. قلت لكم راه كاينه 270 شجره مختلفه، فيها تقريبا 17 شجره من كل نوع، وكاين جوج ديال الهكتارات كلها مزروعه مشماش من نوع ديال سوليدار اللي في الجهه اللي هي هاد الجهه، هذا هو الفاصل ما بيناتهم. وكل شيء كما قلت لكم في لي زانستالاسيون ديالو ديال الكوتا كوت، وحتى بالنسبه للجوده ديال الارض
الارض اللي هي خصبه وكتبان ها نتوما كتشوفوها معايا. واللي بغى يشوف هذا العقار في عين المكان فما عليه الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم اعزائي المشاهدين. وحتى اللي بغى معلومات اضافيه كذلك فما عليه التواصل معي سواء عبر الواتساب ولا ممكن الاتصال في الرقم اللي تيبان لكم. وحتى نتوما الا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تشاهدوه ولا بغيتوا تحطوه عبر القناه ديالنا ديال اف في ار، فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديالكم. باش نعاودها بالنسبه للبلاصه فين كانت تواجد، هنا كانت تواجد على مقربه من مدينه مكناس تقريبا على 15 دقيقه على مدينه مكناس في اتجاه بوفكران او في اتجاه الحاجب، قريب من الطريق الرئيسيه، قريب من الطريق الرئيسيه ديال بوفكران. طيب فير ماشي على شكل مربع. دابا غادي نمشي معكم باش غادي نوريكم لوكال تكنيك ولا البلاصه فين كاينين مثلا الالات ديال هذا باش كيديروا السقي وباش كيديروا الري. وغادي نشوفوا كذلك الدار وغادي نشوفوا الكوره، هما بقاو لينا اخر شيء اللي غادي نشاهدوه. سيداتي سادتي، هذا هو اللوكال تكنيك اللي هضرت عليه، بلاصه فين كاينين البومبات ديالهم، بومبات وكل شيء للتذكير، كل شيء خدام بالطاقه الشمسيه، كلها قادره باش انها تخدم جوج ديال البيار بالبومبات ديالهم. الطاقه الشمسيه كما شفتوا معايا والالواح ديالها هما هادو، جوج ديال البانويات سولير كبار من الحجم اللي هو كبير، كيخدموا لي فان كاملين وخدامين البومبات كاملين، لي زانستالاسيون كلشي داير، كلشي مصايب، كلشي مقاد، كلشي في بلاصتو. يعني هذا هو اللي كاين، ومازال غادي نشوفوا دابا المنزل ديال هاد اللي كاين في هاد العقار، انتم غادي تشاهدوا معايا هو هذا. باش نعطيكم غير فكرة سريعة، ومن هنا الفوق كاين عندنا غرفة وكاين عندنا كذلك مطبخ. هذا هو المدخل، الباب باب الرئيسية، ومن هنا كما كنقولوا لا كلوتور ولا مثلا باش داير هذا العقار كله داير بكرياج، داير بالشبكة. هذا هو المدخل الرئيسي. وعندنا بقات لنا اخر شيء غادي نشاهدوه، هنا عندنا الباصة اللي قلت فيها تقريبا 27 متر على 27 متر. تنو هاد البلاصه هذه كتبقى بلاصه ديال الناس اللي كيقوموا بالحراسه ديال العقار ديال هاد الفيرما. كاينين كواره، عقار كما قلت بثمن ديال 450 مليون. الثمن ربما يكون فيه نقاش، كنعاود الثمن ديال 450 مليون ربما يكون فيه نقاش، كنحاول ما امكنني نسرد جميع المعلومات اعزائي المشاهدين. هذا العقار ديال اليوم، وهذا كنقول لكم اعزائي المشاهدين وصلت للختام ديال الوصف ديال العقار. كنقول لكم شكرا شكرا جزيلا على الوفاء ديالكم، على المشاهده ديالكم والمتابعه. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقار مقبل ان شاء الله مع طارق.